السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. احنا النهاردة عند مكتب ابو احمد احذية جلد طبيعي كلها يا جماعة، بواقي مصانع ومحلات، الاسعار بدأ معانا من اول 65 جنيه. تابعوا الفيديو للنهاية، متبخلوش علينا بلايك وشير، بحبكم في الله ويلا بينا نشوف عروضنا النهاردة. كل ده هيبقى ب 65 جنيه. 60 جنيه تحفة تحفة. دي برضو جلد طبيعي شاموزات. دي شمومبرة حلوة قوي. مال ده؟ بصوا الشياكه دي يا جماعه ب 85 جنيه كده، برضه هتبقى معانا 65 جنيه. دي اهي يا جماعه جلد طبيعي هتبقى ب 65 جنيه، ده جلد طبيعي ب 85. بصوا كده معانا النعل عامل ازاي يا جماعه، حاجه محترمه قوي. كل ده بواقي مصانع ب 85 جنيه 65 جنيه. مستورد يا صيني يا فيتنامي صح؟ جلد طبيعي بدل 600 هتاخدوه ب 150 جنيه وبس يا جماعه. عامل ازاي؟ حاجه قمر زي كده برضه ب 65 جنيه. اشكال كتير، بصوا الجمال ده برضه جلد طبيعي. قول يا البوز الطويل دي، دي ب 85 جنيه. كل ده يا جماعه جلد طبيعي عامل 65 جنيه. بصوا الجمال ده، يمكن انا بحب الحاجات اللي هي شكلها زي كده. 20 جنيه جلد طبيعي يا جماعه، يعني حاجه جلد طبيعي زي كده هتبقى عامله معانا 85 جنيه لحد يوم الوقفه عرض يا جماعه ب 185 جنيه. بصوا كده معانا حلوه جدا. بصوا يا جماعه الشوز ده رجعت زي ما ده نعل رابر جلد طبيعي. كله جلد طبيعي يا محمد؟ جلد طبيعي. الاسعار بدأ معانا من كام؟ 65. 65 حتى عرض 85 عملتوا لنا 65. عملنا 65. هنبدا معاكم وهنوريكم العرض اللي جوه ده، بس هنجيب لكم الحاجات العروض اللي هي بره 65. هنبدا بايه معانا يا محمد؟ كل التشكيله دي كده. بص انا عايز اقول لهم هنا على طول ده كله بيبقى عرض، عرض الموجود بره ده كله بيبقى عرض. يعني حاجه زي كده دي اهي يا جماعه جلد طبيعي هتبقى ب 65 جنيه تمام. كل دي بواقي محلات. بص كل ده هيبقى ب 65 جنيه جلد طبيعي اللي هو ده الشاموزيت صح؟ اه شاموزيت تمام. بصوا حاجه زي كده برده هتبقى معانا 65 جنيه. كل دي جلود طبيعيه معانا. البوتات اللي زي كده برده دي عملها لنا ب 65 جنيه جلد طبيعي. 65 جنيه. بصوا حاجه زي كده برده هتبقى ب 65 جنيه. كل دي جلود طبيعيه يا جماعه. على طول ببدا لكم بالعرض اللي بره ده. بصوا حاجات كلها لوكسيات بواقي محلات ومصانع 65 جنيه. بصوا كده معانا النعل عامل ازاي، حاجه قمر زي كده برده ب 65 جنيه جلد طبيعي تحفه. كل ده ب 65 جنيه. بصوا كده معانا كل ده يا جماعه جلد طبيعي عامل 65 جنيه. هنيجي معاكم بقى، عايز اقول لكم اي حاجه موجوده هنا عرض ال 65 جنيه وبيكرر العرض ده على طول. معانا شغل جوه بقى، اسعاره بادئه من كام؟ لسه هنا 85 جنيه. تمام. بصوا يعني حاجه جلد طبيعي زي كده هتبقى عامله معانا 85 جنيه. ركزوا معايا لاخر الفيديو لان في عروض تحف جوه. 85 جنيه. بصوا معانا كده حاجه زي كده برده هتبقى ب 85 جنيه. في منها الوانها اسود وهفار. بص كل ده بواقي محلات ومصانع ب 85 جنيه. بصوا القمر دي، دي سيمبل قوي اللي هي البوز الطويل دي، دي ب 85 جنيه. ينفع بدل كمان دي قوي. بصوا كده معانا النعل عامل ازاي يا جماعه، حاجه محترمه قوي. كل ده بواقي مصانع ب 85 جنيه. كل التشكيل اللي موجود بره ده كده كله ب 85 جنيه. كله ب 85. يعني اي شوز جلد طبيعي من اللي انتوا شايفينه قدامكم ده هيبقى ب 85 جنيه. انا شايفه الموديل ده بالوانه يا محمد. اه ده بالوانه. ده بالوانه يا جماعه. يعني ده موجود منه كميات بقى مش بواقي. موجود منه. ده كميات يا جماعه ب 85 جنيه جلد طبيعي يا جماعه، حلو قوي. في منه الهافان والاسود والبني. كله موجود تمام؟ منه. كل ده زي ما انتوا شايفين اهو. كل دي جلود طبيعيه ب 85 جنيه. بصوا القمر دي برده دي الدرجه دي الوان في بعض كده. كل ده ب 85 جنيه جلد طبيعي حلو قوي. بصوا الجمال، انا عايز اقول لك دي خفيفه جدا. 85 جنيه حلو قوي. 85 جنيه. بصوا اي حاجه جلد طبيعي من دول ب 85 جنيه بواقي مصانع ومحلات، حلو قوي قوي. والبوت ده كام؟ اكيد مش 85 ده. 85 بجد؟ كله ب 85. ايه الجمال ده؟ بصوا الشياكه دي يا جماعه ب 85 جنيه جلد طبيعي بواقي مصانع، حلو جدا جدا. النهارده عاملين عرض حلو يا محمد بصراحه، والله حلو جدا. اول ما بدانا كده مع بعض حاجه زي كده برده ب 85 جنيه، شغل لوكسيات يا جماعه عالي جدا. انا يعني كنت ساعتها قصار يا محمد الاقي حاجات مكتوب عليها 400 و400 وايه، بيباع معانا ب 85 برده. فدي حاجه حلوه جدا، 85 جنيه جلد طبيعي تحفه تحفه. تمام. في معانا عروض ثانيه جوه، هنكمل معاكم جوه. تابعوا الفيديو للنهايه ما تبخلوش علينا بلايك، والعنوان كمان هتلاقوه مصور في اخر الفيديو وفي تليجرام في اول تعليق. الاسعار دي جمله وقطعي ولا الجمله ليها اسعار؟ الجمله ليها اسعار خاصه. الجمله ليها اسعار خاصه تمام. التشكيله اللي هنبدا بيها دي بقى 125 جنيه. 125 جنيه. التشكيل ده ب 125. بصوا الشياكه القمر ده ب 125 جنيه جلد طبيعي. بصوا النعل حاجه محترمه. وده ب 125. الجمال ده. بصوا الشياكه دي كلها ب 125 جنيه جلد طبيعي. حلو قوي قوي. الشحن كميات صح؟ الشحن كميات. اقل حاجه قد ايه؟ 10 تجويز. دست الدست عندكم 10 مش 12. 10 تمام. حاجه زي كده برده ب 125 جنيه. كل ده يا جماعه بواقي مصانع محلات حاجات لوكس. 125 العرض. دي برده جلد طبيعي شاموزيت ب 125. انا يمكن بنجيب لكم لقطات كده لان العرض ما شاء الله اللهم بارك كتير النهارده. بص كل ده يبقى ب 85 جنيه تحف والله العظيم، حاجات شياكه.
بصوا معانا تشكيله قد ايه. اي شوز من اللي انتوا شايفينه قدامكم ده هيبقى عامل معانا 125 جنيه جلد طبيعي بواقي محلات ومصانع، يعني حاجه زي كده. بس انا عايزه اوريكم كم موديل كده اللي يجي قدامي، والله حاجه زي كده برده ب 125 جنيه. لا وفي منها كمان درجات الوان، بصوا كده معانا القمر دي برده ب 125 جنيه جلد طبيعي يا جماعه. الجمله هيكون ليها اسعار خاصه، اللي هياخد من اول دسته مشكله كمان من المكان تمام، دسته مشكله هتحسب له جمله. بصوا حاجه زي كده برده، كل ده ب 125 جنيه تحف، حاجات شياكه والله العظيم تحفه تحفه، درجات الوان كتير جدا. الموديل ده كان معانا برده قبل كده، شكله حلو قوي، ده ب 125 جنيه برده يا جماعه تحفه. التشكيل ده كله برده بصوا دي جديده، عامله زي عش النمل كده، حاجه حلوه جدا جدا. دي برده هتبقى ب 125 جنيه جلد طبيعي. العرض ده معانا ليوم الوقفه، لحد يوم الوقفه العرض ده. العرض ده بصوا 125. لحد يوم الوقفه عرض يا جماعه ب 125 جنيه. دي شاموزيت يا جماعه حلوه جدا دي، بصوا معانا اشكال كتير، بصوا الجمال ده برده جلد طبيعي ب 125، وكله بالوان وموديلات كتير، كل ده 125 زي ما انتم شايفين، تشكيله كبيره جدا. بصوا كل ده ب 125 حاجات قمر بجد اهو، كل ده ب 125. في معانا عرض ايه تاني يا محمد؟ عرض ال 150 جنيه، ال 150 اللي هو كل ده. طب وده 125 برضو؟ اه ده 125. ناخد لكم المحليه لان في موديلات ثانيه مختلفه، يعني بصوا دي جلد طبيعي شاموزيت ب 125 جنيه، حلو قوي قوي. انا بس عايزه اقول لكم ان انا ما جبتلكوش العرض كله عشان ما اطولش عليكم، حاجه زي كده برضو ب 125 جنيه، كل دي جلود طبيعيه. بصوا كده برضو حاجه قمر زي دي، كل ده ب 125 وكلها براندات مصانع يا محمد. أوه. يعني البراند بتاع المصنع نفسه مكتوب عليها، فانتوا هتشوفوه برضو. ايه الجمال ده؟ الشياكه دي بكام؟ 150 جنيه. النعل بتاعها رابر حلو قوي، دي هتبقى ب 150، وريني بعد اذنك يا محمد. دي شاموه من بره، حلو قوي ب 150 جنيه تحفه دي. تمام اتفضل يا محمد. بصوا الجمال ده برضو، دي برضو هتبقى ب 150 جنيه. شاموه يا جماعه جلد طبيعي حلو قوي. اتفضل بصوا التحف بقى، جينا للشياكه، بصوا حاجه زي كده ب 150 جنيه تحفه تحفه، حلوه جدا تسلم ايديك. بصوا دي برده النعل بتاعها عامل ازاي يا جماعه، تحفه، كل ده ب 150 جديد قوي النعل ده. بصوا الجمال ده، ايه الشياكه دي؟ 150. بصوا حلو قوي قوي، كل ده هيبقى ب 150 جنيه تحفه. الجمال ده بص حاجه تحف والله العظيم، حلوه جدا. في منها الوانها اسود وجمالي شاموزيت يا جماعه ب 150 جنيه جلود طبيعيه، الوان متاحه منها، موديلات كتير وكل موديل بالوانه، كل ده يبقى ب 150 جنيه جلد طبيعي يا جماعه، حاجات حلوه جدا جدا. الجمال ده بصوا الشياكه دي، اناقه على راي مكه بنتي، تقولي الشياكه واناقه، حلوه قوي. دي هتبقى ب 150 جنيه، كل دي جلود طبيعيه، حلو قوي. انا عايز اقول النعل ده في منه ولا هو ده نفس الموديل؟ لا ده موديل تاني، ده موديل تاني ضربات. اه لاني بصوا النعل بتاعها حلو جدا، جديده قوي دي، جلد طبيعي ب 150. بصوا كده معانا حلوه جدا. بصوا يا جماعه الشوز ده ورجعت زي ما ده، نعل رابر جلد طبيعي ب 150 جنيه، حلوه جدا جدا دي برده، والوان متاحه كميات من الحاجات دي ومقاسات. يا محمد كميات ومقاسات، مقاساتنا لحد كام؟ لحد 45. 45 كل ده هيبقى ب 150 جنيه جلد طبيعي. كان في ناس بيسالوني في التعليقات على مقاسات خاصه على فيديوهات قبل كده كمان، مقاسات خاصه اللي هي بوت من 6 ل 8 لحد 48 بس البوت. آه. بس يا جماعه تمام، كل ده هو بصوا معانا هيبقى ب 150 جنيه العرض النهارده عند ابو احمد، بجد جامد جدا جدا جدا. بصوا اشكال كتير، ودي جديده برده معانا. اه الجمال ده بصوا حاجات شياكه والله حلوه جدا جدا، كل ده هيبقى ب 150 جنيه جلد طبيعي. جنيه. المكتب هنا كله بواقي مصانع ومحلات، حاجات لوكس. بس ايه الجمال ده؟ سيفتي من قدام، بصوا حلوه قوي قوي. 150؟ اه 150. السيفتي معانا ب 150. اه ايه الجمال ده؟ البوت السيفتي ده يبقى ده جلد طبيعي بدل 600 هتاخده ب 150 جنيه وبس يا جماعه، حلو قوي قوي. تسلم ايدك، شدني قوي الحاجات اللي هي دي. ايه الجمال ده؟ برضه سيفتي 150 جنيه. 150 جنيه سيفتي جلد طبيعي، حلوه جدا جدا، شياكه اقسم بالله تحفه تحفه. بصوا الجمال ده، يمكن انا بحب الحاجات اللي هي شكلها زي كده. دي برضه هتبقى ب 150 جنيه جلد طبيعي يا جماعه، تحفه، حلوه قوي قوي قوي. عندنا موديلات كتير النهارده ما شاء الله، حلوه جدا واغلبها فيها شاموزيت كمان، كل ده هيبقى ب 150 جنيه، شويه تحف كده تمام. بصوا دي برضه النهارده ما معناش 185، النهارده اعلى حاجه 150، مفيش. ما هو ده العرض ده كان ب 150 اللي هو ده عاملين عرضك فيه، يعني كل العرض اللي انتوا شايفينه ده كان ب 185، النهارده بقى ب 150 وبس.
تمام، حاجه زي كده برضو ب 150 جنيه، مقاساتنا لحد 45 في العادي والبوت لحد 48 لحد تمام كده. في معانا برضو كوتشيات يا جماعه، يعني كوتشيات دي اولادي، دي اولادي. اي حاجه ب 100، اي حاجه ب 100. لا انت النهارده مدمر لنا الاسعار بجد والله العظيم، عروض حلوه جدا جدا جدا. ده ب 100 جنيه كله مستورد، كله مستورد ب 100 جنيه. كوتشيات العيد لحد المحيرات يا محمد، اه 36 يعني 36 تمام. كل ده هيبقى ب 100 جنيه يا جماعه، كله مستورد يا صيني يا فيتنامي صح؟ اه كل ده ب 100 جنيه صيني او فيتنامي. بصوا تشكيله حلوه جدا، بصوا ده برده ب 100، حاجات زي كده ب 100. كل ده يا جماعه شغل مستورد حلو جدا، بصوا عروض كتير. وكل ده برده هيبقى ب 100 جنيه، في حاجات بالوان وحاجات لا. والرجالي، الرجالي لسه الشغل بتاعه باين ان شاء الله. طب والعروض الموجوده دي كام؟ 150، عشان بس ما حدش يفتكر الكوتشيه كلها 100. ده يبقى ب 150 جنيه. وفي تشكيله رجالي جايه برضو اخر الاسبوع، بتنزل الشغل على التليجرام، انا عارفه ان ده مستورد. حلو قوي، ده ب 150 جنيه لاني صورته كتير ومعروف. وده نفس عرض ال 150؟ اه ده 150، ده برضو 150. معانا برضو ايه تاني يا محمد؟ شباشب جلد طبيعي، الشباشب الجلد الطبيعي بصوا كده معانا، اوريها لكم برضو تشكيله حلوه برضو للجلد الطبيعي. تابعونا لاخر الفيديو، احنا موجودين في مول البربري يا جماعه. بصوا عامل كام جلد طبيعي؟ 85 جنيه. 85 جنيه، ده جلد طبيعي ب 85. أي حاجة جلد طبيعي من هنا بصوا ب 85. حلو قوي. في منها ألوانها ده، في طبي وفي عادي. في طبي وفي عادي. كله جلد طبيعي 85 زي ما أنتم شايفين. بصوا كده ده برضو ب 85 جنيه. حاجة زي كده برضو حلو قوي قوي، كل ده ب 85 جنيه. جلود طبيعية يا جماعة، بيجي تشكيل على طول يا محمد من المكان. كل موديلات جديدة إن شاء الله. وموجود برضو مقاسات من كل الموديلات دي. موجود إن شاء الله. كل دي جلد طبيعي ب 85 جنيه. 85 صح كده؟ سعادتك معايا يا محمد النهاردة. شكرا جدا. حبيبتي تسلمي لي، كل سنة وحضرتك طيبة. التنسير على الكوتش لو الجردان، بس أنا ما لقيتش عنده المقاس اللي أنا عايزاه. عنده حبيبتي. عنده. بص إن النهاردة كنا فين؟ ده انت هتنوريني. لا معلش يا مكتب. تنوريني يا حبيبتي. بصوا احنا النهارده فين؟ احنا كنا النهارده عند احذيه ابو احمد، احنا موجودين في مول البربري خلف موت صدناوي، والعنوان بالتفصيل هينزل لكم متصور حالا. هسيب لكم كمان لينك التليجرام اول تعليق وارقام للتواصل طول عرض الفيديو. ما تبخلوش عليا بلايك وشير، بحبكم في الله واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. العنوان وازاي توصلوا بكل سهوله، احنا واقفين قدام سنترال العتبه، واللي عملت عليه زوم دلوقتي ده جراج العتبه. انتوا هتركبوا مترو من اي مكان وتنزلوا محطه مترو العتبه، وهتخرجوا من اي مكان من بين السنترال والجراج كده، في مكان برده لمترو العتبه، وفي كمان الشارع اللي قدامنا ده شارع علي القصار، ممكن تخرجوا برده من مترو العتبه اتجاه شارع علي القصار، اي اتجاه هيخرجكم قدام السنترال او الجراج. احنا هنيجي قدام السنترال وهندي ظهرنا على طول لسنترال العتبه، هنلاقي في وشنا على طول مول صدناوي. ولو سالتوا عليه من اول ما تخرجوا من محطه المترو، معروف ومشهور جدا مول صدناوي في العتبه. هندخل من الشارع اللي جنبه ده اول الرويعي، عشان بس يبقى عارفين برضو الشارع ده اسمه شارع الرويعي. هندخل منه كمان عند الباب الخلفي لمول صدناوي هيقابلنا، هنفضل ماشيين الشارع ده اصلا يعني كمان ساعه بعد التصوير كده ما تعرفوش تمشوا فيه اساسا. يعني انا نزلت بدري شويه عشان اعرف اصور لكم العنوان. هنعدي من على جنبنا كده كمان مول صدناوي الباب الخلفي على شمالنا، وهنعدي عند العربي للمعادن الحديثه زي ما انتم شايفين كده. احنا مشينا على طول ما حودناش لا يمين ولا شمال، انا بديكوا علامه بس كده العربي للمعادن الحديثه ده مكمل معانا ما شاء الله لحد اخر الشارع المحلات بتاعته. هنفضل ماشيين كده لحد ما يقابلنا اول تقاطع، بصوا كده اخر العربي للمعادن الحديثه. التقاطع اللي قابلنا ده يمين وشمال، احنا هنمشي شمال على طول، هنلاقي مول البربري في وشنا. بصوا كده ده مول البربري، عملنا منه جولات كتير جدا على فكره. هنطلع فوق للدور الثالث عند احذيه ابو احمد، زي ما انتم شايفين احنا عملنا منه جوله من التيسير، وكمان بايرن ميونخ للشنط اللي حابب يعرف برده. بصوا اول ما طلعنا الدور الثالث على طول هنلاقي التيسير ده، عملنا منه جوله حلوه جدا، اسعاره حلوه قوي، وبيدي كمان قطاعي سعر الجمله. هنكمل مع بعض كده، وهنلاقي كمان هنا ده مكتب الاخلاص، عملنا منه برده فيديو قبل كده. وكده خلاص المكتب اللي جنبه احذيه ابو احمد اللي عملنا فيه الجوله. ما تنسونيش بقى في اللايك، واشوفكم على خير في جوله جديده ان شاء الله.